كل واحد بيجي له وقت كده بيبقى بعد ما كان مستواه كويس يقدم حاجة كويسة في اللعبة او في اي لعبة تانية، بيجي له وقت بيحس ان هو مستواه نزل عن الطبيعي. ليه؟ طب ما انا كنت كويس، مستواي كان كويس الايام اللي فاتت، اللي حصل؟ الموضوع ده مهم تراجع فيه مع نفسك، ومهم لو انت مستواك مش ثابت. انا نفسي عندي المشكلة دي، خلينا نشوف حل المشكلة دي مع بعض. هجيب لكم تلخيص للكلام ده كله عشان اوفر عليكم التعب ده كله. يلا، وازاي عادتنا في التريو؟ بنحاول نستفيد على قد ما نقدر ونبقى احسن. يلا بينا نخش الحلقة. صباح الخير عليكم، انا زهقت منكم يا جماعه. اقول لكم اهو عشان ما نزعلش حد، اتفقنا؟ يلا يا جدعان، لايك وشير وبالحب يا بطل. يا مساء الخير، اهلا بيكم في الحلقه السادسه من التريو. زي ما احنا اتعودنا في التريو بنحاول نطلع مستوانا الاحسن. لو انت دلوقتي قدامك لاعب محترف، اللاعب المحترف ده معاه موبايل كويس، فاحنا قدامنا حاجتين، اول حاجه اللاعب وتاني حاجه الموبايل. ودايما بنتجه ان احنا ناخد الموضوع بالعافيه، وده اكبر غلط ممكن نعمله. ازاي؟ اللي هو مثلا لو انت بتلعب ولقيت نفسك بتلعب وحش، بدل ما تاخد ريست مع نفسك وتفكر بهدوء كده وتشوف ايه الغلط اللي عندك انت وايه المشكله بتاعتك انت، تفضل تخش جيم كمان، تفضل تخش جيم اللي بعده واللي بعده، وكل جيم بيبقى اسوأ من اللي قبله واللي قبله واللي قبله، لحد ما تضطر ان انت تلاقي نفسك سواك بينزل اكتر من ما هو المفروض اصلا انت قلت عليه وحش. هي اتقالت كده، وهو الموضوع بالظبط عامل زي حاجتين ساندين على بعض كده، جنب بتاع الموبايل والنت والكلام ده، وجنب بتاع نفسيتك انت وشخصيتك وذكائك. لو واحد بس منهم اختل التاني بيقع. واحنا في التريو في الحلقات اللي فاتت حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نظبط الجنب بتاع الموبايل اللي هو رقم 2، ما بصيناش خالص على رقم 1. رقم واحد اللي هو ايه؟ اللي هو اللاعب نفسه، اللي هو انت. ما فكرتش كده ان في جزء كبير لو انت مثلا لعبك وحش، جزء كبير منك انت اللي بيميز لاعب عن لاعب؟ غير مستوى الذكاء، في حاجات كتير انا هقول اللي انا اقدر عليها. 1 النفسية، 2 تفكيره، 3 فترة اللعب اللي لعبها او عدد الساعات اللي هو قضاها في اللعبة دي، اللي هو عشان تبقى محترف في لعبة مش اقل من 2000 ساعة مثلا او 3000 ساعة. طبعا ده بالنسبة للانسان الطبيعي. يبقى اللي احنا رسينا عليه ان انت لازم تبقى رايق ولازم تبقى في مود كويس وتبقى هادي وتبقى فاهم الناس اللي انت بتلعب معاهم، ما تاخدش الموضوع عافية. احنا في سيزون 16، فانت لو في سيزون 16 مثلا ما تعرفش تكسب كله 1 تو 1 فايت او مان تو مان فايت، اللي هو انت ما تموتش غير لو دخل عليك 2 او اكتر مع بعض، فانت كده بتبقى ما بتعرفش تلعب. وسيبوكم من الرانك والحاجات دي، انا بتكلم عن اللعب العادي اللي هو اللعب الطبيعي ان انت تنزل تهاب فن مع اصحابك وتلعب وكده، لكن مش اللي هو انت نازل قفش ونازل ترانك والكلام ده، عشان الرانك ده موضوع تاني خالص. نيجي بقى لطريقه اللعب، وهنا هقول لكم ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها، وهتاخد بالك كمان من الناس اللعيبه بيعملوها وبتفضل ثابت عندهم، وتحاول انت كشخص تلعب لعبه اف بي اس ان انت تفضل مستواك بالطريقه دي او بالحاجات اللي انا هقول لك عليها دي، وهي دي اللي هتحسن لك مستواك. اول حاجه، ما ينفعش تبقى ثابت تماما وانت في الفايت، ما ينفعش تبقى تيم داخل عليك وتفضل ثابت في مكانك، تفضل تهدف نيد وسموك ومولوتوف وانت ثابت نفس مكانك حتى لو انت معاك تيمك. خليك انت الشخص اللي بيفضل يتحرفش، هي الحرفشه دي اللي هو انت تلف وترمي وتغير مكانك وتروح مثلا ورا صخره وتغير صخره تانية. طبعا الكلام ده في حدود الكفر والمعقول، وان انت ما تطلعهمش اوبن زي العبيط، باكد عليها. هو ما تفضلش ثابت في الفايت وما تفتحش سكوب وتستنى حد يطلع لك منها، عشان ممكن يغير مكانه ويسوحك وانت مش هتشوف في السكوب وهتقع على طول. تاني حاجة وهي مهمة جدا في نفس أهمية الأولى ويمكن أهم كمان، تكون بتعرف تستخدم كل الأسلحة اللي أنت هتقابلها. التريننج ده مش معمول زينة، شكله مش حلو ومش معمول عشان تشوف الجرافيكس والكلام ده، التريننج معمول عشان تخش تتمرن على الأسلحة اللي أنت ما بتعرفش تلعب بيها وما جربتش تلعب بيها، وبرضه لما بتمسكها، لما بتضطر تمسكها وانت مستعجل او انت في فايت اضطراري زي مثلا في اول جيم كده في مطار، لازم تكون بتعرف تتعامل بكل الاسلحه. يعني انت لو لقيت اي حاجه بيطلع منها طال تكون عارف ان انت توقع اللي قدامك. سيبوكم ان انت اي حاجه تروح ماسك ام 4 وسنايبر، ام 4 وسنايبر، لا، حتى هتلاقيني في اللايف بحاول انوع من الاسلحه على قد ما اقدر عشان ما افضلش نفس الموضوع، ان انا لما اجي امسك سلاح الحمد لله اي سلاح بمسكه الى حد ما بعرف اتعامل معاه، مع ديزرت ايجل اللي هو المفروض اقوى مسدس في اللعبه، وهو فعلا اقوى مسدس في اللعبه ومن اقوى اسلحه في اللعبة. تالت حاجة، ان انت تركز في الرانك او ان انت تقعد تبص على الرانك بتاعك، ده بيضعف مستواك جدا جدا جدا، لان الرانك بيتلعب في اول سيزون بس، واحنا في سيزون 16 يعني كمان اللي عايز يطلع كونكر اخره يعني كمان سيزونين، وما اظنش ان حد هيرانك تاني غير الناس بقى اللي مش ما جاتش منها ترانك قبل كده وقررت ترانك. بس ما تبقاش لعبك الطبيعي للرانك، لان لما تكون مركز ان انت ما تتفنش والكلام ده، اي نعم ده حلو وبيخليك تعلي الكي دي لو انت تبقى في الصفوف الاخيره في الفايت، ده حاجه تخليك الى حد ما مستواك ينزل، واحنا مش عايزين النقطه دي. واحنا كل ده احنا شغالين ان احنا نحسن مستوانا ويبقى احنا لعبنا احسن. نقطه في النص كده ملهاش علاقه بالموضوع، وانت بتلعب وسط ما انت بتلعب مع اصحابك او حاجه، وقف اللعب ثانيه مثلا وشوف انت ايه حالتك من اللي انا قلت لك عليه ده، شوف كده الجو مناسب ان انت تلعب، نفسيتك مناسبه ان انت تلعب، صحابك
في حد فيهم وحش في اللعبة ومش انت مش عايز تنصحه عشان ما يزعلش، لازم تنصحه في اي حاجة، النصيحة لازم. رابع نقطة ان انت تتعلم البري فاير، ان انت لو في حد مثلا في المكان ده تحاول تتوقع لو انت مكانه هيطلع امتى. يعني مثلا ما يكونش انت مثلا لسه مقع هيد شوت وهو هيخش يهيل وتفتكر ان هو هيطلع لك في نفس الوقت، تفضل فاتح سكوب كده زي الانسان الالي، في ناس كتير بتعملها وبشوفها. خليك ذكي، اعرف وقت الفيرست ايد قد ايه والكلام ده، وتخيل مثلا هو لو غير مكانه، حط في دماغك كل السيناريوهات اللي ممكن تحصل وانت مش مركز معاه، او لو انت مكانه ايه اللي هيحصل، بغض النظر عن اللي هم اتراك. لو اتراك كده كده محدش فاهم لهم اي مله، وهما بيعملوا اللي هم عايزينه ومحدش هيفهم لهم حاجه، وما تحاولش تفهم لهم حاجه. خامس حاجه، اللوت اللي مش ضروري، ما ينفعش تبقى ماشي تلوت وخلاص معاك مثلا جروزة وام ماشي معاك فيست وهلمت 3، ليه لما كل دروب ينزل لو انت لوحدك مثلا او التيم بتاعك كله حالته كويسه ليه تفضلوا تاخدوا دروبات ما تروحوا تفايتوا تتبسطوا باللوت وكده، فاهم؟ احسن ما تقعد، يعني في ناس كتير انا عارفها بتقعد تلوت يا جدعان، والله بيبقى معاه ام وجروزة مثلا وبيطلع بيعدوا على سكول يقعد يلوت، غير لو انت حاجه ناقصه منك دي حاجه تانية هيل او اي حاجه. 6، السرعه ورده الفعل. بصوا هجيب لكم ملخص بسرعه كده، لو انت عندك سرعه رد فعلك ضعيفه لازم تخش تشوف حل الموضوع ده على النت. هتدخل على اليوتيوب تكتب تمرينات لتقويه سرعه رد الفعل. انا اقسم بالله عارف ان انا بعد ما اخلص سلسله فيديوهات حاجه زي دي همشي في اللعبه، لما مصريين اي حد مصري بيشوف الفيديو ده هيحرقني. المهم الفيديوهات دي بتفيدك ان انت تعرف لما تشوف انمي تضرب عليه، لان انا كان بيجي لي وقت بقول هو انا ازاي مت من ده، بكتشف بقى براجع بعمل سيف وبرجع للفيديو بلاقي ان انا بعد ما شفته بكتير قوي ضربت عليه. طب ليه؟ عشان مخك مسحول في حاجه ثانيه زي ما قلت لك، متضايق بقى بتتخانق مع اصحابك او بتحب مثلا. يعني 7، هوب النيد. من اهم حاجات في اللعبه النيدات. ليه بقى؟ النيد بتخليك، انا هقول لكم ملخص النيد في كام جمله كده. النيد ما فيهاش بينج، النيد ما فيهاش فريمات، النيد ما فيهاش سرعه رد فعل. لو انت رامي النيد وهي خلصانه وقتها خلصان، اللي قدامك بيبقى اجباري هياخد النيد ومش هيتكلم، لا هيبقى فريماته احسن منك ولا نيته هيبقى احسن منك ولا هيبقى سرعه رد فعله جامده بقى والكلام ده، غير لو هو عنده حل واحد في الموضوع ده، ان هو يكون بيلعب على النقطه اللي قلناها، اللي هو بيلعب على التوقع. انت تتوقع اللي قدامك ده لو انت مكانه هتكون بتعمل ايه في الوقت ده. يعني مثلا العربيه ركنت قدام بيت وعربيه ركنت قدام بيت، ودي حصلت في لايف معايا قبل كده. التيم اللي قدامي ركن وتوقعت هو عارف ان انا على السطح ده وهم جايين لي من البيت ده، هيفضلوا ماشيين 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 وهيطلع الدور اللي ناحيتي ويحدف لي نيد، فانا كنت مجهز نيد ومستنيه. بعد ما دخل البيت كده بخمس ست ثواني، هو طبعا داخل مستعجل عايز يطلع للبيت، اللي قدامي ده كان حرفوش اصلا، فانا عارف ان هو هيطلع يرمي نيد من الدور الاخير. فضلت قاعد مستني، اول ما عدى ست ثواني او حاجه رحت فاتح نيد، واول ما النيد كانت خلاص فاضل فيها سنتين كان هو جاي قدامي. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. حطيت له نيد مكان ما انا كنت متوقع ان هو يجي، وخد النيد وكان سولو سكواد وعامل بطل ولعيب والبقاء لله. تامن حاجه، الانسحاب الصح او الانسحاب التكتيكي، اللي هو انت فايت خسران يلا نقلب، مفيش كلمه تانية. لو انت شايف لوت تيمك مش كويس، لو انت شايف التيم اللي قدامك متفوق عليكوا الى حد ما، او انت عارف ان هم احسن منكم، مش هيبقى فيها حاجه ان انت تسحب وتقابلهم في فايت تاني يبقى هم مستواهم اضعف فيه او هم في موقف اضعف فيه. شغلوا دي يا جدعان، دي مهمه والله العظيم، الالعاب دي كلها بتاعت دي بس. والاتاتشمنت اللي بتركب على السلاح صح، ودي هنعمل لها حلقه جايه، واتمنى النهارده اكون فدتكم. انا عارف ان مفيش ميديا كتير في الحلقه، بس انا حاولت اقدم لكم موضوع بشكل سريع ومبسط ان هو انت تستفيد من غير ما اطول عليك ومن غير مسحلك. فكل حاجه من دي لو انت بتاخد الكلام اللي انا بقوله في الحلقات ده اقسم بالله يا جدعان وتكتبه في ورقه وتركز عليه، انا متاكد ان مستواك هيبقى احسن، وده اللي انا عايز اساعدكم فيه. ما تنساش تعمل لايك وشير، يعني انا بقدم لكم مساعده فانتوا قدموا لي مساعده برضه وبيكم نوصل للاحسن. اتفقنا؟ وانا اسف ان انا اتاخرت في الحلقه دي عشان الامتحانات والكلام ده، واشوفكم على خير يا اخواتي في الحلقه الجايه ان شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير، انا اقول كام شير كده بالحب عشان ما نزعلش من بعض.